أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24100 شهيد فلسطيني منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أوضحت السلطات الصحية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 60834 فلسطينيا مشيرة إلى أن نحو 132 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 252 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انقضت المئه الاولى وازدادت يوما ولا تزال فصول المجازر والإبادة الممنهجة تتواصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي بينما العالم خجلا في بيانات ودعوات لم تكف الأدنى حماية للألاف من قصف وبرد وجوع مصر على عهدها في مساندة قضيتها التاريخية عبر دبلوماسية مكوكية لا تكل ساهمت في تغيير مخططات التهجير التي تم الترويج لها إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوصل لحل الدولتين كذلك بذلت مصر جهودا ضخمه لادخال المساعدات واستقبال المصابين الفلسطينيين اضافه الى جهودها في محاوله التوصل لهدى وصفقات التبادل الاسرى والمحتجزين في تل أبيب يبدو أن صدمة السابع من أكتوبر لا تزال سارية المفعول، فدولة الاحتلال تأبى على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة وتواصل مجازرها بلا هوادة في قطاع غزة في عملية بهتت أهدافها، فلم تستطع سلطات الاحتلال الوصول للمحتجزين أو إنهاء ضربات الفصائل الفلسطينية، لتستعر نيران التظاهرات في تل أبيب رفضاً لسياسات الحكومة اليمينية الحالية التي تواصل قصف قطاع غزة في وحشية قد تفاقم النزاع الى توترات اقليميه وفي المقابل تتمسك الفصائل الفلسطينيه بتواجدها في مواجهه عمليه الاجتياح البريه وتتمكن بين حين واخر من تحقيق نجاحات ضد قوات الاحتلال التي اعلنت مقتل 188 من عسكرييها منذ بدء العمليات البريه في غزه في اكتوبر اضافه الى اصابه المئات من جنود الاحتلال الوضع الميداني بالقطاع المنكوب يشير وفقا لتقديرات الامم المتحده الى ان 1.9 مليون شخص او نحو 85% من السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة بينما تكرر وزارة الصحة غياب من التحتية الكافية لاستيعاب النازحين رغم مرور المئة يوم الأولى إلا أن أفق الحل لا تزال ضبابية وسط تحركات ضعيفة للقوى الكبرى التي تسيطر عليها أجنداتها الخاصة بينما كانت تحركات شعوب العالم أكثر ضراوة عبر خروجها بمئات التظاهرات مطالبه بوقف هذه الحرب التي تعد جرحا غائرا في ضمير الانسانيه